بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله. نواصل في الشابتر الثالث Performance of Feedback Control System من مقرر التحكم الآلي أو Automatic Control، وهنا سنتكلم على Standard Test Signals. Standard Test Signals هي الإشارات الأساسية التي نستعملها في دراسة وفي يعني تقييم الأنظمة الأوتوماتيكية، ونبدأها بالImpulse Signal. The impulse signal يعني هذا بطبيعة الحال يعتبر تذكير، لأنه كل هذه الإشارات كنا تكلمنا عليها في الشابتر الأول من مقرر التحكم الآلي. الدلتا of t equal to a when t equal to 0 and equal 0 else، وهذه هي رسمة الimpulse. If a equal to 1 the impulse signal is called unit impulse signal. بعدها نتكلم على step signal. step signal يعني هو إشارة قبل الصفر يعني يكون صفر، ومباشرة بعد الصفر يأخذ قيمة تساوي A، وبالتالي ال U of T أو نسميه unit step response equal A when T أكبر أو تساوي صفر، وتساوي صفر لما time يكون أقل من صفر. نفس الشيء if A equal to 1 the step signal is called unit step response. The ramp signal now. The ramp signal it take 0 قبل الصفر وبعد الصفر يعني it take ramp like this. The ramp r of t as function of time equal to a t when t أكبر أو تساوي صفر، وتساوي صفر when t negative. يعني هنا الرامب تساوي صفر. ونفس الشيء أو نفس الكلام كما تكلمنا على اليونت ستيب وعلى الامبالس، هنا if a equal to 1 the ramp signal is called unit ramp signal. ramp signal with slope a، هنا يعني ال a is different to 1 و slope بطبيعة الحال. if we want to calculate the slope I can make a equal to delta y over delta x، يعني يكفي أنه نأخذ نقطتين على الواي ونقطتين على الاكس، نقيس هذه المساحة وهذه المسافة سوري ثم هذه المسافة، وبالنسبة للA أو السلوب هو الدلتا واي على الدلتا اكس. هنا مثلا عندي يونت رامب لأنه هنا السلوب equal to this distance 2 minus 1 over 2 minus 1، هنا الA السلوب equal to 2 minus 1 يعني y 2 minus y 1 over x2 minus x1 equal to minus 1 over 2 minus 1 equal to 1. هنا يعني الفرق بس هو فهنا عندي unit ramp وهنا عندي ramp with value equal to a. The parabolic signal p of t. The p of t equal to a t square over 2 when t أكبر من الصفر like this. And وقبل الصفر يعني ال parabolic function يعني لها القيمة صفر. if a equal to 1 the parabolic signal is called unit parabolic signal. نفس الشيء أو نفس الكلام الذي تكلمنا فيه على يعني الامبالس والرامب واليونت ستيب. thank you very much.